أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبنى. ملفنا لهذا اليوم ميزانية دفاع أمريكية أم عبء الحرب العراقية السورية. تركز موازنة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عام 2018 على المعونة فقط، ولا تتناول أي شكل من أشكال حل النزاعات أو التسوية السلمية، كما أنها لا تناقش ضرورة التعامل مع المصالح المتضاربة لإيران وحزب الله وروسيا وتركيا، ولا تناقش أيضا تأثير مكاسب الأسد ودور القوات الروسية، ولا تتطرق لحقيقة أن المعارضة السورية المفحوصة أمريكية كما تسميها هي، والمختصرة بالحرف التالية VSO، هي من الأكراد السوريين إلى حد كبير، ولا إلى الموقف التركي المحسوم منهم بأن هؤلاء الأكراد أي قوات قصد مرتبطون بحزب العمال الكردستاني وهو على لوائح الإرهاب الدولي. نستمع إلى الأخوة الضيوف للإجابة على الاستفسارات التالية. ينص مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون للعراق وسوريا على ما يلي: زيادة التمويل للثوار في سوريا من 430 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2017 إلى 500 مليون دولار في السنة المالية 2018. قيمة الموازنة لكل من العراق وسوريا لعام 2018 مليار و176 مليون دولار أمريكي للدولتين، زيادة في متوسط عدد القوات في الدولتين إلى 5765 ألف جندي. الالتزام الأمريكي بتدريب وتجهيز القوات الموالية المفحوصة أمريكيا كما تسميها بسوريا لمدة 3 سنوات، بل ومرافقتها ستكون الأسلحة الموردة إلى المعارضة المفحوصة أمريكيا VSO خفيفة نسبيا. نناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول: تقوم استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية لمحاربة وتفكيك تنظيم الدولة على تدريب وتجهيز وتمكين ما تسميه هي المعارضة السورية المفحوصة أمريكيا، ومن ضمنها الائتلاف العربي السوري، وهناك ما يقرب من 25 ألفا من عناصر المعارضة السورية المفحوصة أمريكيا، إلى جانب 5000 آخرين يتوقع انضمامهم لتصبح هنالك في نهاية عام 2018 قوة تعادل 30,000 عنصر بكامل التسليح الأمريكي. زيادة التمويل من 430 مليون دولار في السنة المالية إلى عام 2017 إلى 500 مليون دولار في السنة المالية عام 2018. المحور الثاني: القوات المفحوصة أمريكيا تسيطر على المناطق المحررة في السنة الحالية أي 2017، وتواصل الاستيلاء على أراضي إضافية وتطهيرها من تنظيم الدولة وتحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية، منوطة بتعويض الخسائر القتالية التي تمنى بها قوات المعارضة، كما يجب تزويد عناصرها الجديدة بأسلحة وذخائر ومركبات ومعدات متطورة للحفاظ على زخم الهجوم على تنظيم الدولة. العلاقة بين قوات المعارضة والقوات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على قدرة وزارة الدفاع الأمريكية على توفير الأسلحة والذخائر والمعدات، وتدعم وزارة الدفاع تطوير قوات المعارضة لتصبح قوة شرعية وفعالة من خلال زيادة قدرة هذه القوات على هزيمة تنظيم الدولة بشكل فعال في منطقة العمليات المشتركة. نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المحلل العسكري والاستراتيجي حاتم الراوي، والأستاذ دكتور مهندس هلال الديمي عن الشق العراقي، وسيادة العميد الركن أسعد عوض الزعبي، وسيادة العميد الركن أحمد شروف. نستمع إلى كل ذلك، ولكن دعونا نستمع أولا إلى هذا التقرير. أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية طلب موازنة هي وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام في العراق وفي سوريا، وبشكل تفصيلي غير عادي، بعنوان مبررات عمليات الطوارئ في الخارج للسنة المالية للعام 2018 OCO. وتستحق الأجزاء الرئيسية من طلب الميزانية هذا اهتماما دقيقا،
وكما هو مبين في مقال نشره جو جولد في أخبار الدفاع، يبدو أنه يعكس العناصر الرئيسية لتقرير استراتيجية وزارة الدفاع للحروب في العراق وسوريا. هذه الاستراتيجية التي لم يتم نشرها بعد، وتقدم بعض الأفكار الهامة في التخطيط الأمريكي لما بعد الانتصار على تنظيم الدولة في الموصل والرقة، ويوضح الطلب أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها المستقبلية رغم ما سيكون عليه مستوى الانتصارات المتوقع في عام 2017. ويبلغ الطلب ميزانية السنة المالية للعام 2018 مبلغ 1.769 مليار دولار، بما في ذلك 1.269 مليار دولار لأنشطة التدريب والتجهيز في العراق، ونصف مليار دولار لأنشطة الرصد والتقييم في سوريا، باستثناء مبلغ يعادل 289.5 مليون دولار. أما هذا المبلغ الأخير فهو المطلوب في صندوق العراق لأنشطة التدريب والتجهيز في الفترة المالية بين عامي 2017 و2018 لدعم قوات البشمركة الكردية. لا تشرح الوثيقة بوضوح المستويات العسكرية سواء في العراق أو في سوريا، ومع ذلك يقترح المراقب المالي لمكتب الرقابة الداخلية زيادة في متوسط عدد القوات إلى 5765 ألف جندي في طلب السنة المالية للعام 2017 المعدل، مقابل 3500 جندي في طلب السنة المالية للعام 2017 الأصلي الموجود في طلب الحصول على اعتمادات مالية أضافية للسنة المالية للعام 2017، فيما بلغت الأرقام الفعلية المطلوبة للعراق وحدها 3180 ألف جندي في كل من السنة المالية للعام 2015 والسنة المالية للعام 2016. في العراق هناك حدود عملية وسياسية لما يمكن أن يغطيه طلب الميزانية، فالقسم المتعلق بالعراق لا يتناول أي شيء من أشكال الترتيبات الجديدة بين السنة والشيعة أو الحكومة المركزية والأكراد، ولكنه يدرك أن هزيمة تنظيم الدولة في الموصل لن تقضي على تنظيم الدولة المعروف بداعش أو التهديد الإرهابي فحسب، حيث يمثل التوتر الطائفي والعرقي قضايا ملحة، وأن حدود العراق مع سوريا ستكون غير مستقرة، وأن التدخل الروسي والإيراني سيكون من القضايا الخطيرة، وأن سيطرة الحكومة المركزية على قوات الأمن بحاجة إلى تعزيز، وأن تحقيق أي استقرار دائم سيستغرق عدة سنوات ويتطلب دعم وزارة الدفاع الأمريكية والدولة العراقية، ويلتزم البنتاغون بتدريب وتسليح ومرافقة القوات الموالية في الدولتين لمدة 3 سنوات. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الأستاذ حاتم الراوي محلل العسكري والاستراتيجي، والأستاذ دكتور مهندس إهلال الدليمي، وسيادة العميد ركن طيار المقاتل أسعد عوض الزعبي، وسينضم إلينا لاحقا في الاستديو سيادة العميد الركن أحمد شروف. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من سيادة العميد الركن أسعد عوض الزعبي. سيادة العميد، نود أن تحدثنا عن آخر الموقف التعبوي والموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة في سوريا سابقا ولاحقا ومستقبلا. السلام عليكم، تحية لك ولضيوفك الكرام. أخي الكريم، يعني اسمح لي أو أعتذر منك أنني سأتحدث قليلا بالعامية، تفضل، بعد ذلك أتحدث عن هذا الموضوع. يعني المثل الذي يقول سمعت حديثك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب، هذه حقيقة البلاد المتحدة الأمريكية ودورها في المناطق العربية والإسلامية، وبين قوسين أقول في المناطق العربية والإسلامية، لأن دورها يختلف عندما تتعامل مع العنصر العربي أو العنصر الإسلامي عما تتعامل مع العنصر الكردي، مع العنصر اللا إسلامي. هذه حقائق، هذا أولا. ثانيا، هناك أيضا يعني قضية نحن نعيشها كمواطنين، كمواطن عرب من 60 عام، نقول أن هناك لدينا فريق كرة قدم لكن فاشل، مع أنه في كل المباريات في كل التدريب يشترك، وتفاجأنا أخيرا أنه يخصص له مليون دولار، لكن يعني منها 10 دولار للاعبين والباقي للإداريين والممرضين والمرافقين ويعني الإعلاميين إلى آخره. وهذا حقيقة ما يحصل بالنسبة لقضية تدريب المعارضة السورية. تقول أمريكا أنها تخصص 500 مليون، أنا أؤكد لك أنه لا يصرف 500 مليون للمعارضة إلا مليون فقط، والباقي يصرف يعني عناصر CIA أو العناصر
المكملة أو قضايا ليس لها أي علاقة مع المعارضة السورية. وأكبر دليل نحن نريد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي وتتوجه بأنها تدعي المعارضة السورية تريد 10 صواريخ ستينجر فقط، لا نريد أموالا ولا نريد تدريبا ولا نريد، وهذا محال بالنسبة لهم في قانونهم محال. وقد تناقشت معهم كثيرا أنكم إذا كنتم خائفين من أن يكون بيد المتطرفين تفضلوا واستخدموه أنتم، أو على الأقل نعطيه لضباط من الضباط العاملين يعني المعهودين لديكم بثقة، أو إذا أردتم يعني أنتم تستطيعوا مراقبته على الأقل في لحظة من اللحظات عندما لا يعجبكم الهدف الذي يمكن أن يعني يستهدفه ممكن وقف تفجير الصاروخ. هذه كلها حقائق مع الأسف هي حقائق مرة، لكن هذا واقع نعيش. عندما دعموا قوات التنظيم الإرهابي المسمى قسد، هؤلاء إرهابيين من مناطق قنديل ليس لهم علاقة بسوريا وليس لهم علاقة بالقضية السورية، فقد جاءوا من أجل أن يؤسسوا كيان كردي على حساب الشعب السوري على حساب الشعب العربي في سوريا. الجميع ينهش من العرب والمسلمين، والعرب والمسلمين يتفرجون، الجميع ينهش من العرب والمسلمون، وهناك أن العرب والمسلم من يدعم ينهش علينا. يعني اسمح لي أن أتحدث ليس من خلف الأصبع، أتحدث بمرارة بحرقة. أنا مواطن سوري عمري 62 سنة أعيش حالة من اليأس حيال هؤلاء العرب أو حيال هؤلاء المسلمين، بينما أمريكا والكرد وغيرهم من الأقليات تنهش في دمويتي وتنهش في ديني كما تنهش أيضا في عرقي. اليوم نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، يقال أنه هناك خلاف ما بين وزارة الدفاع البنتاغون وبين السي آي حول المستعدات. أين هذا الخلاف؟ الخلاف أن يقال أن السي آي تريد أن يعني تدعم الثوار الذين يعملون ضد النظام، وبالتالي هناك أسلحة محدودة، هناك أسلحة قديمة، وأنت ضابط وتعلم أن صواريخ التاو التي يستلمها الثوار هي صناعة 1970، يعني لو كان هناك منها فائدة لما أعطيت للثوار، ورغم ذلك أبدع الأبطال السوريين في استخدامها. هؤلاء الأبطال الذين أبدعوا في استخدامها لا أعتقد أنهم بحاجة إلى التدريب. هؤلاء الأبطال الذين غلبوا وقهروا كل عقائد الدنيا، الروس والأمريكان والإيرانيين والكوريين وهؤلاء الشرذمة التي تأتي طائفية شيعة، أعتقد هم ليسوا بحاجة إلى التدريب، هم بحاجة إلى سلاح. وكثير حقيقة من المقاتلين لدينا يعملون عورات ولكنهم يحملون السلاح. اليوم أمريكا تتحدث عن مساعدات غير قتالية، تريد أعطاهم لباس، تريد أعطاهم شعارات، تريد أعطاهم يعني فرشات يناموا عليها. المقاتل لا يريد أن ينام، المقاتل يريد سلاحا حقيقي حقيقي، يريد أن يدافع عن قضيته، قضية الديمقراطية والحرية التي تتشدق الولايات المتحدة بأنها هي حامية أو راعية لهذا الشعار. وقد يعني وقد ثبت زيف هذا الادعاء بثورة الكرامة التي كشفت كل الأقنعة في العالم. لذلك عذرا منك إن تحدثت بهذه الطريقة أو تحدثت بهذه الحقائق ليعلمها الجميع، وما أعلمه لا يعلمه أحدا غيري فيما يتعلق بقضية المساعدات الأمريكية، سواء بالتدريب أو سواء عندما تقوم حاليا الولايات المتحدة وتضع شروطا لا يجب أن تحارب النظام. إذا لماذا خرجنا ولماذا بذلنا 1,000,000 شهيد؟ أنتم أتيتم بداعش، لماذا لم تقطعوا رأس المالكي وبشار أسد الذين أطلقوا داعش من السجون؟ لم تقطعوا رأس من شكل القاعدة في أفغانستان، وأنتم كنتم مشركون وأنتم كنتم تعطوها صواريخ سنجر. إذا عندما تضع شروطا علي تماما، مثل من يريد مني كلية يعطيني أموالا ولكن يريد أن يأخذ كليتي، هذا ما تريد أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بالمعارضة السورية. ولذلك يا أخي الكريم أقول لك حقيقة، يعني من يضع شروط علينا شروطا مرفوضة مهما كانت هذه الشروط، اعتمدنا على الله وعلى أنفسنا منذ بداية الثورة، وأعتقد كانت النتائج أفضل بكثير الآن. وهناك حقيقة يعلمها الجميع أن ما يرد الثورة السورية من سلاح هو ليس من الأموال الأمريكية وليس من الحصة الأمريكية، لا من الدفاع ولا من السي آي، هم من أشقائنا العرب الشرفاء الذين ما زالوا وما فاتوا حقيقة يدعمون هذه الثورة السورية. ولا يحق لأمريكا أن تتحدث بأي كلمة عن قضية قطع المساعدات وشروط المساعدات، وهذا حقيقة لا يسمعه الشعب السوري. الشعب السوري وضع بوصلة خاصة بإقالة وتنحية وإزالة هذا النظام الفاجر الذي جلب إلينا كل مرتزقة العالم، ولن نتخلى عن هذا الهدف. ومن يضع الشروط علينا ضع لنفسه، ومن يضع الشروط للقسد القوات الكردية الانفصالية القرية المجرمة الحقيرة التي هي أكثر مكرا من داعش، وهي تعطي حوادث تعطي إحداثيات للشعب المدني في الرقة ودير الزن أجل يقتل ثاران تحالف، أعتقد هذا عيب عليه أن يضع الشروط على الثورة الشريفة وأبناء الثورة الشريفة. وأعذرني مرة أخرى أخي
على هذه اللهجة. وصلت الفكرة. مشكور سيادة العميد. ابقى معي سيادة العميد وننتقل الى الاستاذ دكتور المهندس هلال الدليمي. اهلا وسهلا بك دكتورنا. دكتور، اثناء ترجمة هذا المقال لا يوجد اي نقطة تشير لا من قريب أو من بعيد، ولا تلميحا ولا تصريحا لدور الميزانية الأمريكية عام 2018 في العراق ولسوريا، وهي لم تتطرق إلى كيفية معالجة ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوية البالغ عددها 83، وأيضا الإيراني، وأمريكا تقوم بتدريبهم أصلا داخل العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي القاسم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك الكرام. وأريد أن أحيي ضيفك الذي تحدث قليلا قبلي بقليل وأوجز وأسهب فأبدع. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد شعبا حرا، تريد أن تستعبد هذه المنطقة عن طريق الأجراء الذين يعملون لديها، فمن يمتنع ويعتز بكرامته سوف تمنع عنه المساعدات، وهو الطريقة الوحيدة التي تبتز بها هذه البيئة المجرمة في الولايات المتحدة الأمريكية كل المنطقة. نحن نعلم أن أساس قدوم الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأسباب والأهداف واضحة المعالم في الشرق الأوسط، وهي حماية الكيان الصهيوني. إذن أي قوة عسكرية أو أي قوة شريفة في المنطقة أول من يحاربه هو الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل أنهم عندما أتوا للعراق أتوا بشرار الناس ودمروا بلد وحضارة وجيش وأسس دولة وحولوها إلى لا دولة، حولوها إلى مسرح العمليات والقتل والإرهاب المقدس وغير المقدس، الإرهاب الحكومي وغير الحكومي. وحقيقة الأمر الذي يجب أن نشير إليه أن الولايات المتحدة الأمريكية ما أتت إلى هذه المنطقة لأجل إصلاحها أو رفع البلاء عنها، بل هي التي أتت بالبلاء بالأساس. الخطوات العملية التي رأيناها في العراق وهي تنطبق على سوريا إلى حد كبير، لأنهم يؤمنون بأن الكتلة الصلبة في العراق والشام يجب القضاء عليها انطلاقا من أسس عقائدية ودينية، وخاصة ما يتعلق بأرمجدون وما إلى ذلك. هذا الموضوع تحدثنا فيه كثيرا، ولكن عمليا كيف يمكن أن تخصص المبالغ الولايات المتحدة الأمريكية إلا لعملائها؟ وهذا السر في عدم توضيح السياسة الأمريكية بشكل واضح في العراق وفي الشام. في العراق واضحة جدا، في الشام لم تكن ربما بنفس الوضوح لوجود الجانب الروسي كطرف في مساند في سوريا وجود إيران، ولكن من خلال ترجمة الميزانية والاعتراضات والأقوال أن الولايات المتحدة الأمريكية ما أتت لحرب لمحاربة إيران ولا لمحاربة روسيا. هذا حقيقة ثابتة يجب أن نعتقدها اعتقادا جازما معتمدا على التحليل المنطقي. لا يمكن أن تدرب جيشا تقوده إيران وتشرف عليه إيران وتحارب إيران، هذا الأمر غير منطقي وغير دقيق، ولا يمكن لعاقل أن يتقبله. الجانب الآخر، ميليشيات الحشد الشعبي الذي أساسا نيجرو بونتي أساسا قبل فرق الموت وغيرها هي نفس الطريقة تؤسس فيها في سوريا الآن ويتستثمرها، وفي أمريكا حقيقة يسمى استثمار الإرهاب. واستثمار الإرهاب ربما على مسامع المشاهد الكريم يكون غريبا بعض الشيء. أمريكا تنشئ العصابات المسلحة وتلبسها ثوبا إسلاميا أو ثوبا أي ثوب آخر، ومن ثم تبثها في منطقة ما، وبعدها تبتز أهل هذه المنطقة للخلاص منها. وهذا ما حصل في داعش وفي القاعدة وفي الميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات العراقية التي تعبث الآن في سوريا وفي العراق وفي المنطقة وتهدد المملكة العربية السعودية، والآن الأمر أصبح مكشوفا. هذا الطريقة الآن، هذا الاستثمار، أن تضع أنت 5 مليار تدعم هؤلاء وتشكلهم كعصابات مسلحة، ومن ثم تطلب من الدول المحيطة ومن الدولة صاحبة الضرر التي تضرر ومن شعبها أن تأتي أنت الذي أنشأت هذا الكيان لكي تخلصهم منه. وهذا ما حصل في العراق تحديدا عندما نعرف كيف يتم إيصال الأسلحة إلى تنظيم الدولة. لو أخذنا مثالا بسيطا، 67 دولة مع الدولة العراقية صاحبة الأرض والدولة السورية صاحبة الأرض، ولم يستطع القضاء على فئة، قالوا أنهم 4000 وبعدين صاروا 10000 وبعدين صاروا 70000 وتبر. من أين لهم هذا المال ومن أين لهم هذا السلاح؟ من أين تأتيهم طائرات المسيرة؟ لماذا أمر المالكي جنوده بترك الأسلحة في الموصل
بحذافيرها حتى في كراجاتها، يعني ما حركوها من أماكنها. لماذا تركت هذه؟ لأن هناك أهداف مرسومة، الهدف لما يسمى حصان طروادة أن يكون موجود لكي تدمر هذه المدينة وتدمر هذه المدينة، ومن ثم يبتز هذا الشعب، ومن ثم يعود المحتل الأمريكي بعد أن طرد من العراق بفعل المقاومة العراقية الشريفة. أتت أمريكا لتنتقم من المناطق التي انطلقت من المقاومة العراقية، وهذا الحقيقة أنا أحيي الأخ من سوريا لأنه هي حقيقة المستعمر. المستعمر لا يمكن أن يتعامل مع يريد، لا يريد إنسان شريفا، يريد الإنسان عبدا له. فبالتالي قضية الإمدادات المالية والعسكرية لو أخذتها في منظارها الواقعي، أن الولايات المتحدة تصرف على عملائها ولا تصرف على التسليح أو التدريب الحقيقي، تدرب العناصر الموالية. وأنت الكلام الذي ترجمناه هو the tested، خلي 50 خط هو tested، هل هو هذه العناصر التي يجب أن تعطى المال هي ولاءها لسوريا أو ولاءها للعراق؟ لا، ولاءها لمن يدفع لها المال، أي أن أمريكا تجيش جيش مرتزقة وتريد مرتزقة، فمن يوافق أهلا وسهلا، فمن لم يوافق فهو مرفوض وتقطع عنه، وبالتالي يتم الانقلاب عليه. في العراق تحديدا دكتور العزيز وفي سوريا القضية مترابطة. الولايات المتحدة الأمريكية لاحظ أنها تصرف مليار ومية وسبعين مليون وكسر على تدريب القوات العراقية. ماذا كنتم تفعلون من 2003 لحد الآن؟ لماذا لم تخصصوا مبلغا لأكراد إيران مثلا إذا كانت في النية والعنتريات ترامب وغيره أن محاربة إيران؟ لماذا يخصص مبلغ لأكراد العراق وأكراد سوريا تحديدا؟ إذا هناك اتفاق إيراني أمريكي روسي على تقسيم المنطقة وإضعافها وإيجاد كانتونات هنا وهناك لإضعاف المنطقة بالكامل. هم لا يريدون أن تنتصر إرادة الشعب السوري، ولا يريدون أن تنتصر إرادة الشعب العراقي. هم يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه لإضعاف المنطقة أكثر، لأن كل ما طال أمد الخسارة وأمد الحرب، أنت تعرف وأنا أعرف، وهم يسيطرون على القرار الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى المنظمات الدولية، سوف يتم تهديم واقتصاديا ونفسيا وماليا وعدديا للسكان، بحيث تصبح عملية فرض الشروط الخارجية على الجميع هي مطلب بعد أن كانت مرفوضة. هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي سوريا وفي المنطقة بشكل عام، وعداءها لإيران عداء كاذب ليس له أساس من الصحة، هي متكاملة مع المشروع الإيراني. الإيرانيون أطلقوا يدهم الأمريكان عامدا في العراق وسلموهم الأمر قبل الاحتلال، ومن ثم أطلقوا يدهم في سوريا، وليعلم الجميع وأخوان المشتركين معي في النقاش لماذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا على القضية السورية أن تشترك إيران في جنيف 2 أو جنيف 1 أو وتفر، لأنها تدرك أن هذا هو اليد التي تستخدمها في المنطقة، وسوف لن تقطع أمريكا يدها إلا أن تتحقق أنها حققت الهدف المرسوم له. نعم، وصلت الفكرة. أبقى معي دكتور هلال، وننتقل إلى سيادة العميد الركن أحمد شروف معي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك زميلنا. التوجه الأمريكي الجديد لمحاربة داعش في سوريا، ما هي اتجاهاته وما هي أقسامه؟ وهل فعلا هنالك من يروج إلى أن داعش ما بعد الرقة ستنقسم إلى ثلاثة أقسام، قد يكون إحداها مدعوما أمريكيا أو CIA؟ بداية حياكم الله والسادة المستمعين والأعزاء الضيوف، حياهم الله. سيدي الكريم، الاستراتيجية الأمريكية يظهر أنها تعتمد على عدة أسس، من الأسس إقامة قوى حليفة ذات مصالح مشتركة معها، والتي سمعت جانب منها اللي هي البشمركة سواء في العراق أو الوحدات الكردية في سوريا، وتحويلها إلى جيوش قوية تحفظ مصالح الأمريكان في مناطق محددة وتطرد داعش منهم، على أن وما يحصل لاحقا على ما يبدو لا يعني الأمريكان. نحن نواجه عملية سيطرة عسكرية بميزانيات أمريكية كما تفضل الزملاء وأنتم في تقريركم، عالية جدا، تنفق ثلاثة أربعة أو 75% منها على عمليات عسكرية. يتخلل هذه العمليات، هذه الاستراتيجية، استقطابات فردية لقوى عربية وتهميش للفصائل العربية المنظمة العاملة مع قوة قسد وتحويلها إلى شرطة مدنية. ولكن سيادة العميد، عفوا للمقاطعة، سيادة العميد أسعد عوض زعمي، وأنت تعرف أنه
مطلع أكد بأن دينارا واحدا من هذه أو مليونا واحدا بالكاد سيذهب للثورة، الباقي سيذهب إلى السي آي إي. سأتيك أنا بنفس المجال أتحدث أنه الفصائل العربية يأتي تهميشها أتى تهميشها وأبعادها. ما يعطى للفصائل العربية هو سلاح فردي وزخيرة قيد الهدف الميداني التكتيكي، يعني نعطيك لتنفذ لنا الهدف من النقطة ألف إلى النقطة ب وكفى. أما عن التسليح، البرنامج التسليح وتشكيل القوى، البرنامج التسليح بدأ قبل الإعلان عنه في تموز 2017، نحن ورصدنا 180 شاحنة أتت من العراق عبر برا ودخلت إلى الحسكي وتوزعت، وفي حزيران دخل 150 شاحنة قدرناهن ب 850 طن زخيرة وسلاح، إضافي إلى عربات تشكل لواء ميكانيكي من عربات الهامر ومن عربات الدفع الرباعي. إذن المسألة عملية ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي العام هي احتواء الثورة السورية وإبعادها عن مناطق عن مناطق سيطرة الأساسية للأمريكان في المنطقة الشرقية، ومنع تشكيل قوى عسكرية ثورية منتظمة تكون لها قيمة أو فاعلية سواء الآن أو في المستقبل، في مستقبل سوريا ككل وفي المنطقة الشرقية، إنهاء وتحويله إلى شرطة عسكرية، وطرد داعش من مناطق محددة ولا يهم. أما عن حرب داعش، نحن نجد أن هناك سيطرة عسكرية، نعم خسر الدواعش بقوة التحالف الأمريكي والروسي الكثير تحت ضغط تدميري هائل للمدن العربية سواء في العراق أو في سوريا، ومن ثم رأينا أن هذا السيطرة فقط عسكرية مكانية، الدواعش رصدت لهم أكثر من عملية داخل المناطق التي طردوا منها، رغم أنهم فقدوا الكثير من قيادات الصف الأول والثاني وخرج الكثير، ودخلت الدواعش أيضا في متناقضات تشكيل ما بعد من هم ما بعد الدواعش. نحن نعلم أن الصراع الأمريكي مع القاعدة لم ينهيها، وأنتج لدينا داعش والقاعدة وجند ما بعرف شو. الآن الدواعش في حالة خلاف، نعم، ولكن التيارات اللي التيار الحازم والتيار أشد تكفيرا والتيار من علي متوسط التفكير وجيش الأشبال الخلافي، ولدينا أيضا تيارين ظهروا الآن اللي هي تيار العراقيين والمتناقض مع التيار السوري. السوريين المساكين ما بيعرفوا لوين رايحين، بقول لك يا أخي لشو نكفر الناس، والتيار العراقي المسيطر على مفاصل القرار في الداعش الحالي. كل هذا مع ما شهدناه من عمليات منذ يومين داهموا معسكر الكرامي وقتلوا 50 من قسد، إذن وبالأمس أيضا في غرب الرقة نفذوا أكثر من عملية تفجير وعملية انغماسية نفذتهم كتيبة القوات الخاصة في داعش. إذن هل المسائل هاي كلها توحي إلى لدينا أن داعش لن تنتهي، وداعش ما زالت مطرودة من مكان عسكريا وتعود إليه لتنفذ مهام أخرى، وعند إخراجها نهائيا في معركة دير الزور التي ستكون مدمرة للبيئة السنية لكل أسف الشديد ولم تترك شيئا قابل للحياة، ربما نتوقع وتركت مفاصل في الصحراء، ربما تخرج داعش من هذه الأماكن بإحدى التنظيمات بقواها وهي قادرة على المناورة. ونحن نعلم أن داعش ليست تجميع عسكري بس، ولكنه تجميع متواصل. وبالنسبة للاحتمالات المستقبلية، أنا أتوقع أن داعش تظهر، ويعرف الأمريكان هذا الكلام جيدا، تظهر بثلاثة أشكال أو أربعة اللي هن الدواعش الفصيل العربي العراقي اللي أخرجوا من العراق ودخلوا الآن إلى سوريا وهم يشكلون خلايا، وبمساعدة الوحدات الكردية للأسف الشديد، وألقينا القبض على بعض قادة داعش في المنطقة الشمالية في جرابلس، واعترف أنه عبر بمعية الوحدات الكردية هو وزمرته إلى شمال حلب ومناطق إدلب. إذن هذه الخلايا ستظهر بشكل، والتيار الحازم المتشدد جدا سيظهر في سوريا وفي العراق ويعاود مناورته، والتيار الذي تيار البنعاني
علي سيظهر، وهناك جيش الأشبال الخلافة الذين فقدوا أهلهم وأطفالهم وتبنتهم قيادات داعش، ولا نعلم مصيرهم، أين ذهب 4,000 يا داعش؟ الأمريكان يجب أن يعلموا، لأن إنسان انتشروا في دول العالم، انتشروا في الدول العربية، سيظهروا بشكل ما وبأكثر من نوع، كما فرخت القاعدة الدواعش وغير الدواعش، سنجد في المستقبل بعد 2018-2019 أكثر من تشكيل يطلق على نفسه، ربما جيش الأمة وجيش الإسلام إلى آخره، لا أقصد جيش الإسلام تبعنا نحن. المهم أسماء متعددة، أو الحازميون، البن عليون، الأشبال الأمة، كل هذه علينا أن نتوقعها، وستخرج علينا بمعية نفس التحالفات الذي يحاربونهم، عندما نجد أنه تطرد من مكان إلى مكان وكل أسباب وجوده، وتهمل معالجة الميليشيا الإيرانية الموجودة في سوريا وتقول لنا أنا أحارب داعش، تقطع الإمداد عن القوة الجيش الحر وتقول أنا أحارب الإرهاب، فهل سيحارب الإرهاب كتيبة المخنسين أو قوة شنغال؟ لماذا تأتي قوة من خارج الحدود لتحارب والموجود الجيش الحر 10,000 من قوى العشائر موجودين في تركيا وفي جرابلس ينتظرون الإذن والمنع؟ الأمريكان يعملون لصالحهم، وقد منعوا بتهيئة منهم وبخطط مسبق منهم، منعوا الجيش قوة درع الفرات والجيش الحر أن يدخل إلى أدلب كقوة فصل بين الأحرار والهيئة، بهدف دعشنة وشيطنة إدلب من أجل تدميرها في المستقبل، أو تفكيكها بطرق ما، أو تزرع بالقصف الإرهابيين وتدمير البنية التحتية التي بناها أبناء إدلب، وليس الإمداد الأمريكي وليس والتنسيق الروسي، كل هؤلاء كاذبون، هم يعملون موضوعيا جغرافيا، وروحوا الدواعش بالمعنى العام عندنا بالحماس، روحوا الدواعش، اطلعوا من المنطقة الشرقية، روحوا على حمص يا أخي محل ما بدكم، نحن بنلحقكم بنقصفكم، هاي هي المعادلة الموجودة عندنا لا أكثر ولا أقل. نعم، مصرت الفكرة. وننتقل إلى سيادة العميد ركن طيار مقاتل حاتم الراوي، أهلا وسهلا بك زميلنا حاتم باشا. سيادة العميد، يعني حدود العراق مع سوريا حسب الموازنة أو توقعات البنتاغون، حدود العراق مع سوريا ستكون غير مستقرة، وأن التدخل الروسي الإيراني سيكون مع من القضايا الخطيرة العسيرة. يعني أنت تتكلم عن البدر الشيعي المقدس أو طريق الإمداد الشيعي المقدس المسمى بدر، وبعده أتى القمر كما سمى حسن نصر الله. إذا تتكلم من طهران إلى مهران إلى معبر الزرباطية إلى واسط إلى العكاشات وإلى الميادين، حيث سيكون تجمع شيعي شعبي صفوي من العراق ومن الدول التي فيها شيعة، ثم الانتقال إلى اللاذقية، تتكلم عن 988 كيلو متر. تفضل سيادة العميد. سلامي لك دكتور هشام ولضيوفك الكرام وللسادة المستمعين. أكبر معاناة نعانيها نحن السوريون والعراقيون هي المعاناة أمام الكذب الأمريكي. بدأت مشاكل المنطقة وبدأت الفوضى بكذبة السفيرة الأمريكية في بغداد عندما قال لها الشهيد صدام حسين أننا سندخل إلى الكويت، وقالت له هذا شأن داخلي ولا علاقة لنا به، إن شئتم أن تدخلوا فادخلوا. ثم توالى الكذب. يعني تصور دكتور، على الحدود العراقية السورية قوات مغاوير الثورة وأحرار العشائر وشهداء القريتين وشهداء الشهيد أحمد العبدو وأسود الشرقية، تجتمع بهم القيادة الأمريكية في قاعدة التنف وتبلغهم بشكل قطعي أن الحدود العراقية السورية خط أحمر، ولا يمكن فتح سنتيمتر واحد من هذه الحدود أمام الحشود العراقية الإيرانية. نعم. ومنع التقاء ميليشيات إيران في سوريا مع الحشد الشيعي من العراق. نلاحظ بعدها أن داعش تنسحب من منطقة الجيتو ومنطقة حميمة سرا وبهدوء وبدون أي ضجيج، وتدخل قوات النظام إلى هاتين المنطقتين الحدوديتين، يعني بدأت تلامس الحدود العراقية السورية من جنوب البوكمال بأقل من 40 أو 50
كيلو متر. نعم. فهذا العمل حصل نهارا جهارا وبشكل واضح. وعندما أرادت قوات شهداء القريتين التقدم باتجاه تيتو لمنع النظام أو طرده من هذه المنطقة، أبلغتهم أمريكا الكلام الذي أعلن وعرفه الجميع، أنه أنتم مخصصون فقط لمحاربة داعش، أنتم لا تحاربون النظام، وانسحبت كتائب شهداء القريتين من هذا التجمع. الآن يعني فقط لأؤكد على الكذب الأمريكي، أمريكا تصور للعالم أن قوات قسد سوريا الديمقراطية هي قوات منضبطة ومدربة ويعني في قمة الأخلاق والعسكرة. الحقيقة، وهذه ليست استنتاجات ولا كلام يقال، هذه مشاهدات نراها بأعيننا، أنه إذا كان هناك أناس منضبطين وتثق أمريكا بهم بالمطلق، فهم القوات من الجيش الحر المتواجدون الآن في التنف، الذين قالوا لأمريكا: يا أخي نحن منضبطون وننفذ كما تريدون تماما، لوضع أمريكا يعني أمام حرج بطلب الدعم الحقيقي. نعم. ولا يوجد أي شيء يعني يذكر للفساد، أو أصلا هم في البادية مقطوعين، يعني لا مجال للاحتكاك بالمدنيين أو الآخري. بينما لو انتقلنا إلى قوات سوريا الديمقراطية، أنا أقول لك أمريكا التي تثق بهذه القوات وتقدم لها الأسلحة ولا تخاف عليها من الانتقال إلى أيادي أخرى، أكثر منطقة فسادا الآن وبيع وشراء علنا هي قوات سوريا الديمقراطية. يستطيع أي عنصر من داعش الآن أن يدخل ويتجول في مناطقهم ويذهب إلى المنطقة التي يريدها بكل سهولة من قبل بحمايته من قبل قوات سوريا الديمقراطية. تستطيع أن تشتري الحاجز بكل بساطة. حد يعني تصور مخيمات، أو هي ليست مخيمات، معسكرات اللجوء الإجبارية التي عندما يمسكون من أبناء العرب الهاربين من داعش في مناطق دير الزور والرقة، يضعونهم في معسكرات إجبارية يعني احتجازهم وعائلاتهم، يشترون قيادات هذه المعسكرات بالمال ويخرجون إلى الحسكة وإلى القامشلي. يعني إلى هذه الدرجة، وأمريكا تعرف تماما هذا الفساد الموجود لدى هذه القوات، ومع ذلك تثق بها وتعطيها الأسلحة. إذن يعني نحن أمام كذبة أمريكية كبيرة في هذه المنطقة. الآن هي تريد أن تقضي على داعش. كيف يعني كيف تقضي على داعش حتى وإن قتلت قيادتها وإن نظفت البلاد منها، وهي لا تزال تمارس الأسباب التي وجدت داعش من أجلها؟ يعني بدأنا يعني نرى بأعيننا كيف أن وطفل صغير بسوريا يعلم تماما أن قوات التحالف تمتلك من الطائرات المسيرة المزودة بذخائر ضد الأفراد وتستطيع اختناص الأفراد، يعني بالرقة لا يوجد من 400 إلى 600 عنصر من داعش تستطيع اصطيادهم وملاحقتهم بسهولة دون إيجاد يعني حصول ضرر لأي جانب سواء في الأرواح أو الممتلكات، ومع ذلك نرى تدمير غير طبيعي. يعني وقلنا يا جماعة الطيار المجوسي الذي يضع العلم العراقي على صدره ويحمل الأوساخ الخميني في قلبه، عندما يقول له زميله ركز على الأهداف التي ستقصفها في البوكمال ويجيبه بالحرف الواحد: لا تهمني هذه الأهداف، أنا تهمني البوكمال بأجمعها، أينما قصفت أقصف. هذا أمر طبيعي لهذه التربية ولهذه الأخلاق القادمة من
من قم. أما بالنسبة للتحالف الذي تقف قوات سوريا الديمقراطية تحاصر الحي ويبقى يظل التحالف يقصف لي هذا الحي إلى أن يدمره، أنا أريك صور لقوات سوريا الديمقراطية كيف تتقدم في أحياء الرقة، يدخنون يعني هؤلاء المقاتلين يدخلون إلى الأحياء يحملون السجائر ويلوحون ببنادقهم ويدخلون إلى الحي. هذه ممارسة أمريكا الآن أمام هذه الممارسة، كيف لا يخلق ألف داعش بعد القضاء على داعش الموجود الآن؟ لأن كل مواطن عربي سني في العراق وفي سوريا أصبح الآن يتأكد تماما أنه هو الهدف لهذه القوات بتأتيه على شكل داعش وتأتيه على شكل قسد وتأتيه على شكل النظام وتأتيه على شكل ميليشيات إيران وتأتيه من الجو على شكل طيران أمريكي تحالف. لذلك طالما أن أمريكا تمارس هذا الكذب وهذا التقصد المباشر لهذه المدن السنية في العراق وسوريا فستخلق ألف داعش. والحدود العراقية الإيرانية عودة إلى سؤالك سيد الكريم بوضع قلق، ولا يستطيع أحد أن يحكم هل أمريكا جادة بإغلاقها أم أن أمريكا ستسهل دخولها. وتقدم قوات النظام الآن باتجاه دير الزور من جنوب الرقة يؤكد أن أمريكا غير جادة بقطع هذه الحدود. وصلت فكرة أبقى معي سيادة العميد، وننتقل إلى الأستاذ الدكتور مهندس هلال الدليمي. دكتور هلال، في العراق يعني نحن لازلنا في موازنة 2018، في العراق هنالك حدود عملية وسياسية لما يمكن أن يغطي طلب الميزانية عام 2018، لكن في القسم المتعلق بالعراق لا يتناول أي شكل من أشكال الترتيبات الجديدة بين السني والشيعة أو الحكومة المركزية والأكراد، ولكنه يدرك أن هزيمة تنظيم الدولة لا تقضي على وجوده نهائيا، بل سيبقى بعدة أشكال كما سمعنا من العميد أحمد الشروف بالاستوديو. تفضل دكتور. قضية الوجود الإرهاب والاستثمار الإرهاب، أمريكا لديها أوراق تلعب ورقة وتطرح ورقة ومن ثم تستثمرها ومن ثم تدعي أنها تحاربها لتنتج أخرى. لاحظ التبشير بالإرهاب والتبشير بالاحتراب الداخلي والتبشير بالاحتقان الطائفي بدأ منذ الاحتلال أو خلف الاحتلال أو بعيد الاحتلال بسنة وسنة وقليل، عندما انطلقت المقاومة العراقية وحس الأمريكان بأنهم في ورطة كبيرة فلعبوا على الوتر الطائفي واستخدموا الميليشيات الإيرانية في القوات الشرطة والأمن وتسمى الحرس الوطني في ذلك الوقت، كان العراقيين يسمون الحرس الوطني وما إلى ذلك. ومن ثم أتى نجربونتي في 2005 وأسس الميليشيات وعناصر القتل، ميليشيات القتل المعروفة فرق الموت، ومن ثم تطور الأمر إلى ظهار الميليشيات الحزبية الإيرانية بشكل واضح أطلق يدها. الآن هذه المرحلة أنه أمريكا تصور للعالم بأنها أتت للتقضي على داعش، والطفل الصغير في المنطقة العربية والمتتبع في العالم الذي يتجاوز السيطرة الإعلامية الأمريكية والسيطرة السياسية على الإعلام العربي للأسف الشديد وعلى الإعلام الغربي، أن الهدف أمريكا هو تدمير هذه المناطق، تدمير البنى التحتية، تدمير المدن، تدمير الأسس الحياة العامة. هناك 6 محافظات تم تدميرها بالكامل في العراق، الحبل يمشي على السرى يمشي على المدن الأخرى. القضية أنه الاستراتيجية الأمريكية تضع دائما نقاط استفهام وهي عبارة عن مفاتيح كما يسميها باللغة الكيز للدبت الثاني اللي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، هي ما هو القادم، القادم ما بعد داعش. دائما هناك تهديد، دائما هناك عدم استقرار، دائما تخطط لعدم الاستقرار لأن سبب وجوده أصلا في المنطقة سوف يكون مرفوضا إذا حصل هناك استقرار. إذن لو سألنا سؤال بسيط جدا، لو خرجت أمريكا من العراق وتركت الشعب العراقي أو الشعب السوري يختار، هل تطور الأمر إلى هذا الحد؟ أنا أكوان الشوريو لا يمكن أن يستمر، لأن الحكومات العميلة
لا يمكن عندما يرفع من استعملها يده عنها سوف تنهار بسهولة، لأنه إرادة الشعب أقوى. ولكن لاحظ متى تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وبكل قوتها، وتدخلت إيران بكل قوتها لإسناد النظام العميل في العراق اللي هو عمالة مزدوجة لأمريكا ولإيران. عندما قامت الثورة العراقية الحقيقية تم استنبات ما يسمى داعش، تم ضخ الإخراج من السجون، تم تمويلهم، تم تسليحهم إلى آخره، وانطلاقا مع الثورة السورية. وكانت هناك تكامل حقيقي في الخطة لتنفيذ المشروع الإيراني، إطلاق يد إيران بشكل كبير في هذا في العلني بحجة محاربة الإرهاب وما إلى ذلك. إذن الخطة الأمريكية في العراق، القضية السنة والشيعة هي استثمار للخطة الأمريكية بمساعدة إيرانية ومبارخ إيراني. لأن إيران والكيان الصهيوني والغرب حقيقة، أنا سميتها في مؤتمر في إسطنبول المشروع الأنجلو-أمريكي الصهيوني الفارسي في المنطقة، يتكامل لأنه يتفقون على ثلاث مبادئ: كراهية العرب، كراهية الإسلام، حب ضعف هذه المنطقة، العمل الجاد على إضعاف كل من لديه قدرة على المجابهة. فبالتالي لاحظ أين يتركز هذا المشروع؟ يتركز في المناطق التي ترفض الوجود الأمريكي، ترفض الوجود الإيراني، ترفض المحتل الأمريكي في مناطقها أو الروسية وتبر، لديها الحساسية والدفاع الكامل عن مبادئها. فبالتالي يجب على الأمريكان أن يفكروا في طريقة أن من أين يدخلون إلى أجسادنا. يدخلون من خلال المسميات الدينية، ما دخلوا لما كانوا يدخلون بذاتهم العسكرية الأمريكية لا يستطيع المواجهة الشعب العراقي ولا الشعب السوري، لكن دخلوا إلينا بأسماء وبمسميات تمخ في ديننا الإسلامي والمسميات الإسلامية: حزب الدعوة الإسلامي، المجلس الأعلى الإسلامي، الدولة الإسلامية. ولكن دكتور هلال، ألا ترى أنه من خلال ترجمة هذه الموازنة أنهم يلمحون أنه على ما يبدو أن المقاومة ستكون مكان داعش ولكن يغيرون اسمها؟ هناك الأمريكان ليس لديهم استراتيجية واضحة للعالم، يعني قد تكون واضحة بالنسبة لهم ماذا يريدون. أنا نعتقد أنهم أتوا لتدمير ما تبقى، لكن الأمريكان المرتبكين إلى الحد الذي لا يستطيعون أن يقولوا ماذا يريدون منه. هم البروباغندا أنهم يحاربون الإرهاب ويحاربون التمدد الإيراني ويحاربون الميليشيات الإيرانية، ولكن عمليا لاحظنا من خلال الموازنة التي طرحت من خلال برنامجكم أن لم تأتي على طرق إيران إلا في شيء بسيط، ولم تحارب الميليشيات ولم تحدد ما هي دور الأمريكان والقوات الأمريكية 5000 يحاربون 100,000 من الميليشيات الإيرانية والجيش الإيراني والجيش الذي يدربوه الآن. كيف تقنعني أنا كمواطن عربي أقول أن أمريكا أتت لتحارب إيران وهي تدرب الجيش الإيراني في العراق؟ نحن على بين ما يجري في العراق أن كل الجيش العراقي الآن لا يعين ضابط برتبة إلا بموافقة السفير الإيراني أو علي أكبر ولاية في طهران، ولا يعين وزير. إذن عندما تأتي الولايات المتحدة وتساند هذه الحكومة وتساند النظام وتساند قواتها اللي تسمى القوات المدنية العسكرية، ألم يشاهد العالم كيف تعاملت القوات العسكرية التي تربت الولايات المتحدة الأمريكية، الفرقة القذرة وغيرها، عندما أتوا بطفل عمره 10 سنوات أو تحت سقف الدبابات؟ إذا كانت هذه الأخلاقية التي تدرب بها أمريكا هذه الجيوش، فهذا هو الهدف الأساسي من وجودها ومن إطالة الدعم لها. إذا تدعم القتل الحكومي المدعوم أمريكيا وإيرانيا، ولن تحارب الميليشيات الإيرانية لأنها اليد الطولة لها، ولولا وجود الميليشيات الإيرانية ووجود داعش الذي هي من مصطنعة ومصنعة لأجل هذا الغرض، وهيئت لها الأرضية لتكون صالحة عن طريق المالكي ومن سبقه في حكم العراق، لما وصلت الأمريكا إلى قمة التدمير التي أرادته من الانتقام من المناطق التي انطلقت منها المقاومة. إذن إضعاف المنطقة لصالح الكيان الصهيوني سيبقى قائم، وهو استراتيجية الأمريكية الأكثر وضوحا الذي يتجاهلها العرب والمسلمون مع الأسف الشديد، لأنهم خضعوا للسيد العمسام بكل ما يريد وأذعنوا له. فأصبحت لاحظ أنه المؤسف والمخجل أنه يبتزون ب500 مليار ويصرفون علينا على جنودهم حقيقة وعلى مشروعهم من فلوس العرب والمسلمين مليار أو مليار ونصف لكي يقول نحن نساعد الأحرار. يعني هذا المنطق الذي لا يقبله حتى البلا عقل، نحن أصبحنا
دكتور نطبل لهم. وصلت الفكرة دكتور هلال، ابقى معي مشكورا. وننتقل إلى نفس الشق من الموازنة ولكن على الجانب الآخر وهو سوريا، مع سيادة العميد الركن أحمد شروف. سيادة العميد، تركز موازنة وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون 2018 على المعونة فقط، ولا تتناول أي شكل من أشكال حل النزاعات أو التسوية السلمية، كما أنها لا تناقش ضرورة التعامل مع المصالح المتضاربة لإيران وحزب الله وروسيا وتركيا، ولا تناقش أيضا تأثير مكاسب الأسد ودور القوات الروسية، ولا تتطرق لحقيقة أن المعارضة السورية المفحوصة أمريكيا كما تسميها هي البي اس او، هي من الأكراد السوريين، بل السواد الأعظم منها من الأخوة الأكراد إلى حد كبير، ولا إلى الموقف التركي المحسوم منهم بأن هؤلاء أي المرتبطون بحزب العمال الكردستاني، وهنا نقصد قوات قصد، بأنهم على لوائح الإرهاب وأنهم إرهابيون من منظور أمني تركي. تفضل سيدي الكريم. خلينا نعرف أول شيء المحسوب، هذول المفحوصين أمريكيا من هم، ونعود إلى البرنامج بشكل عام وتطوراته في الميزانية الأمريكية. المفحوصين أمريكيا نحن نعرفهم زمرة من الخونة يحملون البطاقة، بعضهم يحمل بطاقات سورية، هوية عربي سوري، والآخرين جاءوا من أقطار العالم لا يحملون لا هوية سورية، ولا هم من إسرائيل ومن هولندا ومن روسيا ومن أمريكا عدة دول غربية، وأيضا آخرين لهم صفات ومصالح أخرى صرنا نستحي نحكي عنهم الموجودين، ومنهم قوة الوحدات الكردية بشقيها حماية المرأة والوحدات المقاتلة، وقوة الأمنية الأشايس اللي لم تبقي ولا تزر حتى على أحرار الأكراد. يعني نحن ما عاد بدنا خيون، نحن تركونا نحن لحالنا بنشتغل الجيش الحر، بس الاعتقال وقتل الأحرار الأكراد واعتقال إبراهيم برو رجل المقاومة وغيره زميله لمشعل تمه، يعني هالمسائل هاي كلياتها. أما كلمة مفحوص أمريكيا هاي بتكفينا، نحن وصلنا حقنا بهاي الكلمة، يعني الخائن رسميا، هاي تعني فحصوك الأمريكان. الأمريكان لا يستطيعوا العيش بدون مصيبي، يعني من يوم اللي احتلوا مكان الهنود الحمر وحتى الآن هن بكل ما خلصوا من مصيبي لها العالم. سيادة العميد، الفحص طبعا هي معناها بالعرف العسكري أو الأمني المسح الأمني الدقيق لهم. نعم نعم، بس هي تسمية عندنا نحن بالشعبية، فحصوا الأمريكان يعني خائن رسميا عندنا نحن بالثورة، هذا خائن رسمي. يعني شو فحصوا الأمريكان؟ يعني إذا كنا في الجيش الحر، خلينا نعرفه المزبوط، عرضنا على الأمريكان أثناء البرنامج راح أذكرها هلأ بالبرنامج أنه راح نحن بنعطيكم أسماء عناصر وبتدربونا إياه وبترجعوه، قال لا نحن بندرسهم أمنيا، على أي معطيات بدك تدرسهم أمريكا؟ بما يتناسب مع إسرائيل ومع فصل سوريا وتشتيت العراق وسوريا ومع ما يخدم الاستراتيجي الأمريكي في السيطرة في بعض المواقع الجغرافية في سوريا، وأن تكون خائن لأمك وأبيك في سوريا ولوطنك، هاي للفحص الأمريكي. نحن ما أنا كعربي سوري في الجيش كسوري كعربي أنا بشوفه هيك، اللي بشوفه غير هيك هو حر. أما عن من تبقى مع الأمريكان من العرب، لم يتبقى أحد، هناك بعض الشباب الفصائل موجودين، يعني ما لهم مكان يروحوا عليه، نحن ما منحمل جيش المغاوير ولا أسود الشرقي، الله يعطيهم العافية اشتغلوا، ولكن يا شباب انتبهوا، ترى الأمريكان يعني ناس لا قواعد ولا قيم. تركيا مئات عام قرن كامل يعتمدون عليها عندما كان شرق وغرب اتحاد سوفيتي وأمريكا، عندما خلصوا ووجدوا بؤرة يستدينون على أزاروا ظهرا لتركيا وبدأوا ياريت أزاروا ظهرهم بدهم يفككوها ويعملوا لها مشاكل. إذن أنت كعربي صداقتك مع الأمريكي إذا فرضت يجب أن تكون محسوبة بدقة وتكون ذات مصلحة، غير هيك التعامل مع الأمريكان شيء من الحماقة، لأنه اللي ما بيتعلم من تجارب ومن التاريخ بده يتعلم من حاله. يعني تروح يعني شو صار مرتين ثلاثة بدنا ناخدكم على الشدادي وجابوا الميليشيا الحشد الشعبي فاتت قرب الشدادي، يعني شو الموضوع؟ يعني إذن الموضوع نتعامل مع استراتيجية ماكرة خبيثة تريد تفكيكنا، حرص الآن ندخل كيف يريدون تفكيكنا في المشروع. البرنامج الأمريكي يا سيدي بدأ بال2013
بموضوع الرقابة على السلاح الداخل الذي يتسلمه الجيش الحر، واتخذ جانبين: الرقابة ومنع التسليح النوعي، والعمل على تفكيك الجيش الحر ومنع الضباط العسكريين من تسلم الوحدات العسكرية من قيادة الفصائل العسكرية المقاتلة الثورية، واستقطاب أصحاب النفوس الضعيفة والمريضين وطنيا، واعتمادهم يعني الأمريكان وقت اللي بيطلقوا على شاب عامل بسطة بالجنرال وبيفوت على كل المواقع الأمريكية وبيستقبلوه بحفاوي، يعني الأمريكان ما بيعرفوا أنه هذا الشاب بيبصم بصم، ما بيعرف ما هو أنهى التعليم الأساسي، ولكن عملية تفكيك وحصلوا على ما أرادوا. أما بالإمداد، في عملية الإمداد اقتصرت على أشياء مادية، يعني الأحذية العسكرية اللي أعطونا إياها الأمريكان، يا أخي أيها السوا رجعوا لنا إياها وخلصونا من المهزلة هاي بقى. في 2015 أراد الأمريكان إمعانا وإزلالا بخطة خبيثة أن يجهزوا إعلاميا على الثورة ويقولوا للعالم تعالوا شوفوا هدول الجيش الحر ما نخرج ولا بينضبطوا، فإجوا عملونا مهزلة الفرقة 30، جابوهن 30 واحد وسلموهن، فوتون على جبهة النصرة وقالوا لهم خذوهن. 30 واحد شاب بيدخلوا على مكان بدون غطاء، بينما أنت ترسل الأسراب الجوية لتقدم 10 عناصر من قصد. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم السادة الضيوف الكرام العميد ركن طيار مقاتل حاتم الراوي، والأستاذ دكتور مهندس هلال الدليمي، وسيادة العميد ركن طيار أسعد عوض الزعبي، وسيادة العميد ركن أحمد الشروف. الشكر الموصول للسادة الزملاء في دائرة الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مهند الدكسوس ومخرجة برنامج الرادار السلام المساعدي. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم يوم الثلاثاء في ملف ساخن جديد عن العراق في مثل هذا الوقت. هذه أغلى أمنياتي، وإلى اللقاء. الثورة، سوريا مع الثورة.